يوم نبلش أول زي ما أنا حاط السلايد اللي قبل هاي هذا الفكرة كثير مهم وبعدين لا حضور كثير حضور كثير مش عارف وين هذا الشابتر مهم كثير وبعدين الجينيتيك ديسوردر في كومن هون راح نشرح عنه اليوم والمحاضره القادمه اذا ما لحقت راح يكون برضه ندرسه في البلد وبعدين كمان هذا مقدمه للاوكسيداتيف ستريس اوكي يعني بعض من معلومات الاستريس is incorporated in this chapter في شيء من ماركس the pentose phosphate pathway او نسميه the hexose monophosphate shuttle يعني راح نفهم هاي ليش بنقول عنه the hexose monophosphate shuttle شو الفانكشن اوف this pathway function of this pathway أول إشي وأهم إشي production of NADPH and NADPH as you will see is required for the fat synthesis in all the tissues that synthesize fat say the liver the adipose tissue the lactating mammary gland the fat of the milk etc اللي بيتم تمي سكر ثمه خلاص برك بلاش من الحياة اوكي NADPH is also required for the steroid synthesis steroid hormone cholesterol etc that takes place طبعا in the liver في عندنا cholesterol synthesis بعدين في عندنا الستيرويد هرمونز في التستس في الاوفريز في البلاسينتا ادرينال كورتكس هذا NADPH supply is بعدين NADPH ضروري to maintain the level of the major antioxidant compound the glutathione in the reduced state with that في ال RBC بعدين metabolism of 5 carbon sugar. If you ingest 5 carbon sugar, they are metabolized in this pathway. If the cell need 5 carbon sugar, it's made by this pathway. Okay? Other major functions of the pentose phosphate pathway. Therefore, it is important that we study this pathway. Okay. هذا أنا هيك امبارح دفشت السلايد من احدى الترانسبرنسيز هاز ريتن هذا بيعطينا ملخص للباثوي اللي نشوفه في السلايد اللي بعده بس هذا محطوط كنت اعتقد انه دائما محطوط بشكل سهل دوم طبعا في عده رياكشن بس ما وين نوت توكينج اباوت ستراكشر فورمولا يعني هذا الباثوي من اللي بنقسمه دائما لتو بارتس اول بارت بنسميه ذا اوكسيداتيف بارت والبارت الثاني اللي بنسميه the non-oxidative reversible part. في البارت الأول glucose 6 phosphate is being oxidized by the enzyme
G6PD, glucose 6-phosphate dialyptase. روح سمعتوا فيه؟ ها؟ اوكي هذا راح تسمعوا فيه راح يطلع من مخكم كمان. جلوكوز 6-فوسفيت ديهيدروجينيز بندرسوا السنة وبندرسوا السنة الجاية. اوكي؟ هذا الانزيم كاتالايز ذا برودكشن اوف اول ان اي دي بي اتش وتطلع لنا 6-فوسفوجلوكونيت. بعدين 6-فوسفوجلوكونيت ديهيدروجينيز اوكسيدايز 6-فوسفوجلوكونيت انذر ان اي دي بي اتش وسي او 2 تطلع وتطلع لنا بنتوز رايبروز 5-فوسفيت. هذا الريفرسبل. And the whole pathway is regulated, make note of this, at the level of this enzyme, G6PD. Sorry, my pointer. Okay? G6PD is inhibited by excess NADPH. NADPH it inhibits this enzyme. Okay? So, remember this. Now, ribulose 5-phosphate تدخل هذا البارت اللي فيه البنتوز تحول لهكسوز. مش احنا قلنا هكسوز مونوفوسفيت شنط؟ هاي الهكسوز صاروا بنتوز، البنتوز رجع لهكسوز. Suppose the cell need pentoses, doesn't need an ADPH. Then things will not start from there, things will start from here. To make pentoses. If we have pentoses, pentoses enter from here and give us hexoses. يعني هذا البارت اللي فيه reversible conversion. Pentose the hexose, hexose the pentose. Okay? طبعا زي ما راح نشوف انه في عندنا هالانتراكشن اللي بيتم. الرايبروز باي ايكليريز بيعطينا زايلوز، الرايبولوز باي ايسوميريز بيعطينا الالدو، رايبولوز 5 فوسفيت. رايبولوز 5 فوسفيت اللي يستعمل تو ميك ذا نيوكليوتايد. اي دي بي، سي دي بي، اللي بدك اياه، اوكي؟ Alright. بعدين بيجي عندنا انزيم اسمه ترانسكيتوليز. ترانسكيتوليز ترانسفير تو كاربون يونتس. اوكي كيتوز مع بنتوز تطلع لنا 7 كاربون كيتوز اسمه سيدو هيدروز 7 فوسفيت وجليسرال دي هاي 3 فوسفيت جليسرال دي هاي 3 فوسفيت ترانس كيتوليز هذا الانزيم ريكوير ثيامين بارافوسفيت راح نشوف كيف الترانسفير الترانسفير راح يتم اوكي بشكل 2 كاربون تنتقل للخمسه وتصير 7 تضل 3 بعدين بيجي ترانس الدوليز بينقل ثلاثة كاربون من هاد لهاد كيتو مع الدو اعطانا كيتو زائد الدو راحوا ثلاثة شو ضل؟ أربعة إريثروز 4 فوسفيت بيجي ثلاثة هون صار فوكتوز 6 فوسفيت اوكي هسه هذا الإريثروز 4 فوسفيت بيتفاعل وذ أنذر مولوكيول أوف ذس ترانسكيتوليز وبطلع عنا فوكتوز 6 فوسفيت ثاني بلس جليسرال دي 3 فوسفيت يعني وي كونسيوم 3 بنتوزز اوكي 3 بنتوزز فيهم 15 كاربون طلع عندنا 2 هكسوزز 2 فوكتوز 6 فوسفيت 12 بلس جليسرال دي 3 هي 15 طبعا هذول ال 15 يجوا بده يكونوا من ثلاثة من هذول، وين الثلاثة الثانية؟ اللي هو السي او 2 كل مرة سي او 2 يعني بنقدر نحطها هيك انه 3 جلوكوز 6 فوسفيت 6 ان اي دي بي لأنه كل واحد بطلع تنين ثلاثة بطلع ستة يعني بتفاعل مع ستة طلع لنا 6 ان اي دي بي اتش بطلع لنا 2 فركتوز 6 فوسفيت فركتوز 6 فوسفيت وجلوكوز 6 فوسفيت مو انت كونفرتد 2 جلوكوز 6 فوسفيت جليسرال دي 3 فوسفيت زائد 3 سي او 2 اوكي هاي 6 ان اي دي بي اتش هذا المحصله تاعت فنتوز فوسفيت باثوي هذا معمول بشكل سهل كتابي هسه بنشوف السلايد في كتابكم
اللي هو محطوط بشكل structural formula. اوكي؟ انا دائما بحب اورجي هذا كمقدمة. اوكي؟ مشان نقدر نتابع اللي بعده. هذا اللي بعده. هذا الفيجر اللي في كتابكم. شايفين؟ الفيجر في كتابكم جلوكوز 6 فوسفيت اكسيد كاربون نمبر 1 جلوكونيك اسيد. تعرفوه جلوكونيك اسيد، شو تميز بين جلوكونيك اسيد وجلوكونيك اسيد؟ تقدروا ولا ما بتقدروا؟ جلوكونيك كاربون 6 كاربون سرير، جلوكونيك كاربون نمبر 1. طلع لنا 6 فوسفو جلوكونيك. بعدين هون بصير في عندنا اوكسيديشن وديكاربوكسيليشن، طلع لنا رايبولوز 5 فوسفيت. لاحظوا طلع لنا الاي دي بي اتش الاي دي بي اتش. بعدين زي ما احنا شايفين هذا الرايبولوز الكيتو، طبعا هذا كيتو لكن ايثمر. ايوه شايفين؟ ايثمرايزيشن. رايت في الكربون الثلاثي رقم ثلاثة صار في عندنا ايثمرايزيشن. وهون عندنا من كيتو لالدو ريبوز 5 فوسفيت. بعدين بيجي عندنا ترانس كيتوليز. بنقول 2 كربون، هي 2 كربون. نقلب لهذاك طلع عندنا السكر السباعي. سيدو هبتلوز 7 فوسفيت. زائد جلسترول هذا في فوسفيت. ترانس ألدوليز بنقول 3 كربون، ها ميزو ترانس كيتوليز مو هو ترانسفير 2 كربون، ترانس ألدوليز ترانسفير 3 كربون، ترانس كيتوليز ريكوير ريدوكسال فوسفيت. اد ترانس ألدوليز لأن ريتروس 4 فوسفيت زائد فركتوز 6 فوسفيت. بعدين بيجي عندنا برضه ترانس كيتوليز باخذ انذر زيروز، استعمل زيروز مع هاد طلعنا جلسرال هيلثي فوسفيت بلس انذر فركتوز 6 فوسفيت. Alright يعني انا في هذا السلايد الانيميشن حاط لكم اي الاندفجوال رياكشن جي 6 بي دي 6 بي جي دي، هذول الريفرسبل، هذول اللي بينتجوا ال ان اي دي بي اتش، بينتجوا ال ان اي دي بي اتش. الطريقه اللي بيعملوا فيها اوكسيديشن طلعوا لي على كاربون 1 الديهايد از ذا وان ذات هاز بين اوكسيدايزد. اوكي صار كاربوكسيليك. وبعدين اوكي ايوه بعدين هون كربون هذا ايوه في الرياكشن الثاني اندرجوز اوكسيديشن. اوكي صار ذا كيتو ايوه ام جست ميكينج. وطبعا هذا صار ايش؟ طلع از سي او 2. اوكي طلع از سي او 2. هذا تفاصيل رياكشن. هذا المركب انتوا درستوا كثير بجزء على ال NADH في الاوكسيديتيف فوسفوريشن. هذا رفيقه اللي بنسميه NADPH نفس الاستراكشر. كل ما في عندنا هون على الرايبوز فوسفيت كربون بيخليه فور ديفرنت فانكشنز. NADH موستلي بيحمل الالكترونز الدائن فور انرجي. NADPH بيحمل الالكترونز للفانكشنز اللي حكيناها سابقا فور كل الريدكتيف بايوسينثيسيس و سينثيسيس اوف فات سينثيسيس اوف ستيرويد. اوكي هذا الفانكشن اوف ال اي دي بي اتش انا حاط لكم اياهم كمان هون. هذا هو ال اي دي بي اتش. اوكي اوكي هذولا كمان تفاصيل الاذر رياكشن وديناكم اياهم. رايبولوز لرايبوز هناك ايسومريز وهنا افيمريز واضح. كيتو الدو افيمريز. اوكي اوبس اوكي وير وي ار انا summary of the non-oxidative reaction.
هذا كله للتعجيل كل واحد فينا ريارنجمنت بالشوجر ثري بنتوزز اعطونا تو بنتوزز زائد 1 تريوزن تحصل اللي حكيناها اوكي ثلاثه بنتوز بيعطونا في الريفرسبل بارت الريفرسبل بارت كل ثلاثة دوز بيعطونا 2 دوزز اوكي 1 جلسرال دي هاي اللي هو ترايوز فوسفري اوكي هذا ريفرسبل في عندنا ترانسفير ترانسكوتريز بنقول 2 كاربون ترانسفيريز بنقول 3 كاربون شفت الترانسكوتريز توايس ولاحظنا في الرياكشن هون كيتوز مع دوز اعطونا كيتوز زائد دوز اوكي التفاصيل تاع الريفرسبل رياكشن زايلوز مع رايبوز جلسرالديهايد سيدوتروز هي الفورمولا تاع سيدوتروز اظن شفناها احنا في اول سلايدز اوكي هايهم هذا ترانسكيتوليز طلعوا على الترانسكيتوليز بنقول هذول التو كاربون هي يجيبون صاروا سبعه يجوا لها اوكي بعدين اون الترانس الدوريز بنقول ثلاثه كاربون سيدي اوتروز لها صار فركتوز 6 فوسفيت ظل عندنا الكتروز 4 فوسفيت بعدين بيجي عندنا الترانسكيتوريز عندنا ترانسكيتوريز ترانس الدوريز ترانسكيتوريز ترانسكيتوريز بنقول 2 كاربون معنا الكسر النهائي لهون صار فركتوز 6 فوسفيت اوكي هذا النت حكى 10 مرات اوكي هذا حكي فاضي هذا المالتي بلاي باي 2 انا اقول له هذا عملت له السلايد هذا عملته الاسيستنت اللي عندي ما في حاجه له بس اخذنا النت كافي زي ما قلنا ثلاثه انتوزز يعطونا في الريفرسبل بورشن 2 هكسوزز 1 تريوز هذا النت اوكي طبعا الثلاثه بنتوزز اجوا من ايش؟ من ثلاثة هكسوزز الفرق بين ثلاثة بنتوزز ثلاثة هكسوزز ثلاثة كاربون اللي هم 3 سي او 2 في كل مرة في سي او 2 هذا هي المحصلة الكاملة اوكي المحصلة الكاملة نقدر نحطها بشكل هذا 3 هكسوزز اعطونا 3 بنتوزز بلس 3 سي او 2 3 بنتوزز اعطونا 2 هكسوزز بلس 1 تريوز اوكي تكون واضحة كريستال كلير يعني مش بيجون بيو هات بي فمير لما يقول سيدو هوتلوز انفوسيت تكتب شو يعني سيدو هوتلوز از ان انترميديت في البنتوز فوسفيت باثوي اوكي ها يعني مرات بجوز اسال عن ترانسكيتوليز رياكشن تعرفوا شو الترانسكيتوليز بده ثامين بايروفوسفيت بنقول 2 كاربون يعني هيك مرات اذا هي بصيغه سؤال هاي الصفات بتعرفوا اوكي الكونسبت كونسبت هذا ال NADPH وهذا ال NADH شايفينه الفرق هو هون بالفوسفيت هذا ال NADPH ال NADH طبعا الريدكشن وين بصير هون اوكي الريدكشن سوري وين بصير هون الريدكشن على هذول الهيدروجين اتوم اللي هناك ده بكون عند reduced state اوكي uses of NADPH اوكي why NADPH طبعا هنا ما في الانزيم فيه لها specificity انزيم specific لل NADPH عاده ما بيشتغلش على NADPH كل واحد له specificity في الانزيمز لانه في له specificity حتى في الفانكشن NADPH and have different roles. NADPH exists mainly in the reduced. إذا خلينا نحط النقاط هاي. ال concentration of NADPH أعلى منه من ال NADP لأنه هذا عليه reduction potential حتى يحارب أي oxidant. ممكن السيل تتعرض حتى يعطي للريزكتيف بايوسينثيتيك رياكشن بينما الـ NAD
concentration ratio, هاي هي الراتيو محسوبين مثلا في الهيباتوسايت. الانادي الانادييس ريشيو اعلى الانادي، لانه الانادي لما بصير انادييس طوالي اندرجوز اوكسيديشن، فالانادي از ذير ريدي فور اوكسيديتيف ريأكشن فور انرجي برودكشن، اوكي؟ تو جيت ذا الكترونز اند جاست جيف ذيم اواي فور انرجي. Alright? But NAD pH exists mainly in the reduced state, NADH in the oxidized state. That will go through it. Okay. Uses of NAD pH. شرحناه بس كمان نعمل synthesis أكثر. Reductive biosynthesis. Okay? Reductive biosynthesis. يعني عندنا many biosynthetic reactions. They require high energy electron given but from NAD pH. NAD pH supply these high electrons. When you build fat, when you build steroid, okay? When you build fat, for example, you need 8 acetate to make this 16 carbon fatty acid, okay? You need that much. The palmitic with stearic, etc. Okay, this is one function, reductive biosynthetic reaction. Okay, B, function 10, reducing oxidizing substances, زي الهيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد زي ما راح نعرف أكثر وأكثر في المحاضرة القادمة is one of the ROS, one of the reactive oxygen species that is formed in the cell at all, reactive oxygen species, اللي هم هيدروجين بيروكسيد، سوبروكسيد ايون، هيدروكسيد فري راديكال، they are formed as a byproducts of your aerobic metabolism, of the chemical, the pollution, okay, القبرة، الوسخ كله هذا increase the production of these destructive molecules. Hadola, destructive molecules that damage your protein, damage your lipids, damage your DNA. And they are behind many chronic diseases. They are behind cancer. They are behind inflammatory diseases, behind cell death. Even disease, sometimes as some of their byproducts are reactive oxygen species. يعني لما بكون في deterioration from disease, part of this deterioration, that this disease produce reactive oxygen species that damage further. Okay? هدول reactive oxygen species, there are lots of work with them now. وعن شو عندنا antioxidant نحاربهم. Okay? يعني كثير موضوع عليه ابحاث. Alright, وين ما كانوا يشتغلوا عليه لأنه الموضوع الشغل عليه سهل شوي. Okay, وعادة بنعمل population. يعني مرات بضلنا احنا نقرا يوميا هالجرايد. والله نكثر من أكل الخضار الملونة والبلو بيريز والستروبيريز والمش عارف شو والبروكلي والشاي الأخضر. هذا ليش؟ لأنه كله فيهم مواد بيحاربوا هذول الأكسيدنت. يعني فيهم انتي اوكسيدنت. ولما بتقروا هيك اخبار انتم ما في بس رياضه وهيك؟ عروف وريد وهيك ما بيجي دائما سبوت نيوز اباوت سو ذيس ايتم فودز ذات ار هيلثي. يعني هيلثي ما بنعني فيها انه بنصحوا هيلثي لانهم بيحاربوا الاوكسيدنت. اوكي؟ Alright. هذا راح نحكي عنه راح ارجع راسه. Okay, hasa the enzyme that catalyzes this antioxidant, the major enzyme is glutathione peroxidase. هذا الانزيم بيشتغل عليه كثير في المختبر عندنا. Okay, glutathione نعرف is a reducing substance. بس بشوف الستركشر تاع الجلوتاثيون. هذا الجلوتاثيون بدكم تعرفوا من ايش بيتكون. جلايسين، سيستاين، جلوتاميك. جلوتاميك. Alright. هسا بتلاحظوا في هذا البكتايد في عندنا سي تيرمينال في عندنا سي تيرمينال.
لاحظين؟ لاحظين ولا مش ملاحظين؟ اي شو السبب هنا؟ انه مش هذا هو المفروض يكون هون انترمينال، فراكسي تمام انترمينال، يعني المفروض هذا الباي كاربوكسيليت يعمل البيبتايد بوند. This is not this, the alpha, this is this carbon. That's why we have it like this. تبهتوا لما تبهتوا؟ اوكي. هاد في سيستان عليه الاس اتش، هاي الصفحة هاد الجروب is the one that undergoes oxidation. تتأكسد وتحمي your molecules from oxidation. اوكي؟ Glutathione peroxidase. Glutathione is the reducing agent. It's a tripeptide. Glutathione is the reduced form. When undergoes oxidation, تنين برتبطوا مع بعض بيكونوا disulfide bond. صار oxidized glutathione. Okay, بصير عندنا oxidized glutathione. هاي الglutathione peroxidase بيجي. شو بيعمل؟ Protect you from this. Hydrogen peroxide, it reduces it to water. Will glutathione, it exit. Okay? طيب هسه لما بتأكسد لازم نرجعه. احنا اليوم اوكي دافعنا عن حالنا بكره، بكره برضه بدنا ندافع عن حالنا. فلازم يرجع. اوكي؟ فهذا بيرجع بواسطة انزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز. Requiring شو؟ NADPH. هذا هو وسعة الكهرباء، هذا بيعطي الكهرباء للبيت كله. هذا بيعطي الالكترونز. اوكي؟ هذا السورس. اعطى الالكترونز ورجعه. بوصف الانزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز. اوكي. شو هذا الحكي اللي هو؟ الجلوتاثيون بيروكسيديز از سيلينيوم ريكوايرينج انزيم. اوكي؟ هسه اذا واحد بروح على فارماسي 1 في بنباع هذا الشيء اسمه انتي اوكسيدنت كوكتيل. بنلاحظ في الكوكتيل في السيلينيوم لانه يو نيد ذا سيلينيوم، اذا في نقص في الجسم بالسيلينيوم لمين؟ الجلوتاثيون بيروكسيديز. اوكي؟ اتس امبورتنت. وبعدين بدنا نلاحظ انه الار بي سي ال ان اي دي بي اتش مصدر الانيبيشن الوحيد لها هو البنتوز فوسفيت باثوي. الخلايا الثانيه برضه البنتوز فوسفيت باثوي از ميجر سورس، لكن لو صار في خلل في مصادر ثانيه تاخذ وتعيش. اوكي ار سيرفايف، بس الار بي سي لا. وهذا بخلينا بالاخير نفهم لما بدنا ندرس عن الجينيتيك ديس اوردرز هيموليتيك انيميا. واللي راح برضه ندرس ونتوسعه اكثر في البلد next year. اوكي؟ فالار بي سي ار توتالي ديبندنت اون ذس. طبعا هذول they don't require ان اي دي بي اتش، بس في عندنا اذر انتي اوكسيدنت انزيم راح اعيدهم كمان في المحاضره القادمه. في عندنا اذر انتي اوكسيدنت انزيم. الجلوتاثيون بيروكسيديز ذا ميجر وان. في عندنا اذر سوبر اوكسايد ديسميتيز. سوبر اوكسايد ديسميتيز، سوبر اوكسايد ديسميتيز اللي بيخلصنا من السوبر اوكسايد ايون. السوبر اوكسايد ايون بتحول لشو؟ لهيدروجين بيروكسايد. هيدروجين بيروكسايد قلنا بوتاسيوم بيروكسيديز بيزيحه، وفي عندنا كمان انزيم ثاني كاتاليز ذات هيدرولايز الهيدروجين بيروكسايد لاكسجين ومان. لأكسجين بتعرفوا الهيدروجين بروكسيد مرات يستعمل معقم. اوكي؟ اذا واحد بحطه على جرح بصير في بابل بيطلع. شو البابل؟ ناتج الهيدروجين بروكسيد يحللوا الكاتاليز الموجود في التيشيو تاعك في الجرح. اوكي؟ وبينتج الاكسجين بابل زي اللي بتطلع. اوكي؟ يعني هاي تدرو يور اتنشن. هذول الانتي اوكسيدنت انزيم موضوع دراسه كثيره. مثلا احنا درسنا هم بتاثير السموكينج والنرجيله اللي غالبيتكم بفكر انها ما بتاذي. النرجيله بتاذي قد الدخان واكثر. اوكي؟
الخال الأرجيلي بيعمل دمج للبوتاسيوم بيروكسيديز ثلثين دكتورز بس عشان تندبوا اوكي انه مش الدخان مر في الماء نقى ولا تنقى ولا شيء اوكي ضلوا ازهار فور alright هاي يعني لسه دراسه من طبعت اوكي هذول اضر انتي اوكسيدنز يعني هذول راح اعيدهم انا بعدين طبعا الفود سبلمنت كونتين انتي اوكسيدنتس برضه هذا الموضوع بكره بس هي بالاخير حطيناهم الفيتامين اي وسي والكاروتينويدز هذول بنسميهم الانتي اوكسيدنتس فيتامينز هذول بتلقوهم في الانتي اوكسيدنت كوكتيل في الصيدليه اوكي تلاقيهم الاي والسي والكاروتينويدز وال شو اسمه والسيلينيوم اوكي احنا شفنا التو فانكشنز ريدكتيف سينثيسيس انتي اوكسيدنتس بعدين بنلاحظ ان الان دي بي اتش مستعمل في كل السيتوكروم بي 450 من اوكسجينيز انزايم راح اوريكم اكزامبل هذول بيحتاجوا ان دي بي اتش بعدين الوايت سيل راح اوريكم كمان الوايت سيل وان الدايجست فورن اورجانيزم تدرسوه عندنا في البايو تدرسوه كمان في المايكرو alright they use NADPH وبعدين النيتريك اوكسايد هذا الدور ترانسميتر هذا ترانسميتر نحن راح نحكي عنه كمان السنتسيس تاعه كيف بصير requiring NADPH يعني these are the most important selected reaction اللي اخترناكم اياهم the function of NADPH اوكي sources احنا قاعدين نحكي عن الانتي اوكسيدنتس شيك ان دي بي اتش ون اوف ذا ميجر فانكشن تاعه انتي اوكسيدنتس اوكي سورسز اوف رياكتيف اوكسيدن سبيسيز اوكسيديزز موست اوكسيديزز برودوس هيدروجين بيروكسيد بيروكسيديزز اوكي في البراكسيزوم ولهذا اللي بنلاحظ فيه بصير عندنا برودكشن اوف هيدروجين بيروكسيد وين ما بصير دائما في الاورجانيزم السيل اللي تنتج هيدروجين بيروكسيد بنلاحظ هدول السيلز دي ار اكويبت وذ ذا انتي اوكسيدنت انزايم اللي شفناهم قبل شوي مش شفنا ثلاثه حكينا عن ثلاثه ولا انتم مش معي بوتاسيوم بيروكسيديز سوبر اوكسيد ديسبيتيز كاتاليز بنلاحظ هدول دي ار اكويبت وذ ذيس بروتكتيف انزايم اوكي اوكسيديزز بعدين اوكسجينيزيس سيتوكروم بي 450 سيتوكروم بي 450 راح اوريكم الفيجر راح تشوف الفيجر كمان هذا مرات الكترونز في سيتوكروم بي 450 رياكشنز رشيد انا اشرح لكم عن سيتوكروم بي 450 عمري اشرح لكم راح اوريكم الدياجرام كله مرات صم الكترونز تهرب تتحد بنيبرينج اوكسجين وتكون سوبر اوكسيد ايون فهم مصدر كمان للرياكتيف اوكسجين سبيسيز اوكي طبعا الاوكسجينيزز اللي هم تو بارتس مونو اوكسجينيزز وداي اوكسجينيزز داي اوكسجينيزز بتدرسوهم في الليبيد اللي هم ار ان بور في الميكينج بروستاجلاندين وترومبوكسين وليوكوسين بتدرسوهم في الليبيد اوكي بعدين كونزايم تو ستيب هاي اللي اخذتوها في الريسبيراتوري تشين هاي مصدر لهروب الكترونز الكترون بهرب بالتحد من نيبرينج اوكسجين في السل بكون سوبر اوكسيد ايضا هاي في الريسبيراتوري تشين اكبر مصدر اوكي كونزايم كيو ستيب الريسبيراتوري تشين انا بورجيكم هذول التفاصيل الرياكشن المره الجايه Respiratory burst. Respiratory burst هاي اللي حكيت عنها أنا قبل شوي الـ white cells when it digest microorganism it do it by phagocytosis. شو بتعمل تو انت؟ ايه؟ Respiratory burst اللي هي referred to it as a phagocytosis. Alright, phagocytosis, I'll give you a detailed slide.
المحاضرة القادمة اللي هو تيكو complete digestion production of many reactive oxygen species to kill the bacteria. بس طبعا when you digest the bacteria هذول راح يأثروا على neighboring cells. Ionizing radiation. احنا نحبش ناخذ اكس راي لله الا اذا في ضروره لانه نعرف الاكس رايز والايونايزنج راديشن تنتج رياكتيف اوكسجين سبيسيز. اوكي اوكي انا هذا كله يعاد ويعاد. اوكي الاسبوع القادم انا دائما بعطي هذا الموضوع كفيديو العام درست انزيم اختصرته شوي بس لا طيب برجع زي ما بعطي دائما. اوكي؟ بعطي اهميته لانه حتى بكره بعضكم بجوز يشتغل يعمل بحث ببحث بجوز يشتغل بهيك شغلات. اوكي؟ يلا اقعد انا وضلوا